عايز اقول لك ان هو انجاز احنا عملناه يعني حاجه غريبه. لا والله ده المفروض الطبيعي والعادي على النادي الاهلي، المفروض اللي يحصل دايما في كل سنه. السنه اللي فاتت كان في ظروف خاصه منعتنا ان احنا ناخد البطوله دي، وطبعا الناس كلها كانت عارفاها. السنه اللي فاتت برضه نفس القصه، بس الحمد لله السنه دي بالعناصر والمسك الكويس اللي اتعمل في الفرقه وطبعا الوقت في النصر عمل توليفه كويسه قوي، ده اللي خلتنا نقدر ان احنا ناخد البطوله دي. اي فريق عايز ياخد اي بطوله مش هيخاف، مش هيخاف يقابل حد. انت عايز تكسب سواء بقى هتلاعب زمالك، هتلاعب ترجي، هتلاعب افريقيا، ايا كان اسم الفريق، انت عايز تكسب البطوله، هتلاعب اكيد ماتشات جامده، فانت تعمل اللي عليك واللي ربنا رايده لك هو اللي هيحصل. الحمد لله لقب غالي جدا جه في وقته بدايه سيزون، هتفرق معانا جدا داخل السيزون انت كسبان بطوله مش عارف بطوله من دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله ربنا يكرمنا، عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا ماتش السوبر، ده اهم بطوله تقريبا السنه دي. هيكسبها هو اللي هيلعب في تسع الانديه. طبعا ماتش الزمالك ماتش مختلف مش توقعات، عملنا تدعيمات قويه جدا، جبنا اسلام حسن رئيس الاتحاد المتخصص، جبنا هادي رفعت جامد جدا. لازم نكرم اللعيبه، ولازم اللعيبه دي حققت انجاز، انجاز يشرفنا وشرف البلد كلها وشرف مصر، فلا بد ان يكرموا التكريم اللائق. ومش هم بس، هم وتنس الطاوله اللي خدت بطوله افريقيا من اسبوعين او من 10 ايام، وجيانا فاروق بطله العالم في الكاراتيه اللي اصبحت لعبه اولمبيه النهارده، فهي هتبقى امل مصر مش امل النادي الاهلي. ولاعبتنا كلهم رجاله وفرقنا كلها كويسه، واحنا عندنا بطوله الباسكت ان شاء الله قادمه، بننظم بطوله افريقيا للباسكت، وباذن الله يبقى تاني فريق السنه دي بنحصد بطوله افريقيا باسكت وهاندبول. الاهلي الفوز للعيبه وللنشاط الرياضي.